هل الرضع من نفس المرأة يعتبر أخوة من الرضاعة؟ نعم، ولو لم تكن المرضعة أم لأحدهما. نعم، يعني امرأة، في امرأة رضع منها زيد وهو ابن سعاد، ورضع منها خالد وهو ابن صفاء، ورضع منها يحيى وهو ابن سعدية مثلا، فكل هؤلاء اجتمعوا على ثدي المرأة كلهم إخوة من الرضاعة من الأم.